أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. اقتلع عدد من المستوطنين المتطرفين صباح اليوم أكثر من 700 شتلة زيتون في منطقة ترمسعية الواقع شمال مدينة رام الله. يذكر أن مستوطني المستوطنة ذاتها اقتلعوا قبل أسبوعين 425 شجرة زيتون كبيرة في منطقة الزهرات في القرية تعود ملكيتها للمواطن محمد جمال أبو عواد. في هذه الأثناء أفاد محامي نادي الأسير الذي زار الأسرى في سجن جلبوع بأن الوضع الصحي لعدد من الأسرى في تراجع مستمر، حيث يعانون من إهمال طبي ومماطلة في تقديم العلاج. وكان نادي الأسير ومؤسسات أخرى تعنى بشؤون الحركة الأسيرة قد حذرت قبل أيام من خطورة الأوضاع داخل المعتقلات، لا سيما في ظل اعتماد إسرائيل لسياسة الإهمال الطبي. أنا أخوي في شهر 7/2013 عملوا علي ضغط نفسي ومرضوه في سجن الرمون، هسا أخذوه على الرمل هناك في الرمل تم حقنه بإبرة في راسه، لمنهم دقوا الإبرة في راسه الله يعلم شف صارت حالته، لا عينه ترف ولا إيده تتحرك ولا يقدر يمشي من مرة، بقى وزنه 900 كيلو حين وزنه صار 41 كيلو. يعني أخوي شبه ميت، ولا بطل يعرفنا، بطل يعرف أمي، بطل يعرف أبوي، بطل يعرف إخوتي، يعني أخوي بده يموت، أخوي شبه ميت. قالت مسؤولة ملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني تسيفي ليفني أن غياب الاتفاق السياسي مع الجانب الفلسطيني سيؤدي إلى نهاية الصهيونية والدولة اليهودية الديمقراطية. كما تطرقت ليفني لموضوع المقاطعة والدعوات التي بدأت تظهر حديثا في الدول الأوروبية، مؤكدة على ضرورة محاربة هذه الدعوات والكفاح ضد المقاطعة واللاسامية ومعاداة إسرائيل. ومن جانبه وجه النائب العربي عن كتلة التجمع الوطني في الكنيسة الإسرائيلي باسل غطاس رسالة للبابا فرانسيس، استعرض فيها واقع الشعب الفلسطيني وطالبه بالاعتراض على محاولة تجنيد العرب المسيحيين في جيش الاحتلال والضغط على السلطات الإسرائيلية لعودة أهالي قريتي إقرث وكفر برعم إلى بيوتهم. كما قال غطاس وفق ما نشره عبر حسابه الشخصي في موقع الفيسبوك إن الرسالة جاءت قبيل الزيارة المخططة للبابا يوم 24 من شهر أيار القادم التي ستمتد لثلاثة أيام ويزور خلالها القدس وبيت لحم وعمان. في موضوع آخر بهدف تطوير التفاعل الإيجابي الطوعي بين مؤسسات الحكم المحلي ومؤسسات الشباب، عقدت جمعية جهود اليوم في مدينة رام الله مؤتمرا صحفيا بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وقالت مديرة مشروع شبكة قرى تغريد ناصر إن هذا المؤتمر انعقد استجابة لأولويات مجتمعية ومحلية تم اختيارها بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الحكم المحلي وأندية شبابية. تفعيل دور المجالس المحلية وتفعيل دورها بشكل أنه تصير تقدم خدمات أفضل للمجتمعات. يعني إحنا عادة المجالس القروية والمجالس المحلية الحكم المحلي بشكل عام بيقدم خدمات بسيطة، خدمات أولية للقرى اللي هو فيها. هلأ إحنا دورنا هون، دورنا إحنا نفعل دور هاي المجالس القروية. نختم الموجز بحالة الطقس، من المتوقع أن يكون الجو يوم غد صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما يوم الجمعة من المتوقع أن يكون الجو صافيا أيضا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.net. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.